طيب تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ها، حد يقول لي بقى ايه؟ اولا البيشنت ده 41 or 42 years old. الليجن دي بقى لها 2 months، اريثيماتس زي ما احنا شايفين كده، واتشي، وفي بيرنينج سنسيشن. ديفرنشال دايجنوزس. طيب روزيشيا بقالها قد ايه؟ بقالها قد ايه؟ 2 months، 2 months، اتشي، بيرنينج، واريثيماتس ليجن زي ما انتوا شايفينها كده، او بلاك. ها شوف الديرموسكوب بتاعها، شوف هي بايلاترال برضه، بايلاترال. بايلاترال، بايلاترال. وده ايوه دي موديكوزز. طب عرفتيها ازاي؟ دي موديكوزز. التيل بتاع الديموديكس اهو باين بالايه؟ التيل، التيل التيل كل الكوركين طلع بالظبط كده. طيب هنعالجها ازاي؟ وبسرعة. البرتين لوشن او no other option. يورزين او اكتوميثرين او يوراكس او البرتين او فلاجيل. اوكي تمام. نيكست. اوكي ممكن كمان سيستميك، يعني ايفرزين لوشن ممكن سيستميك لو هي ايه سيفير. اوكي ممكن نديه سيستميك ايفرزين تابلتس. طيب دي بقى اللي احنا اللي انتم من الصبح عمالين ايه تحوموا معلش حوالينا. الحاجة فاتت ايه دكتورة؟ دكتورة شوية كانت ديمو ديكوزس. ديمو ديكوزس دي ايه؟ باينة اهي ديمو ديكوزس دي روزيشيا. دي روزيشيا. مش من الصبح كل ما اجيب حاله تقولي روزيشيا؟ طيب جبت لكم روزيشيا اهي. اوكي التريتمنت بقى، This is a female 32 years old married. بقول لك married اهو، married. استني الاول، صبرا صبرا قال ياسر. هنقول لها الاول تعمل بريجنسي تيست، ولو هي عندها استعداد تاخد الايزو يبقى الاول هتعمل تو ويز كونتراسبشن. تمام. واكيد هنعمل ليبيد بروفايل وليفر فانكشنز بيفور وي ستارت. لو عندها استعداد طبعا ده بيست تريتمنت في حاله زي كده سيفير ان احنا ندي ايزو. اوكي بنديه ازاي؟ الدوز، لو دوز. برافو عليك. طيب لو احنا مش هنقدر ندي الايزوريتينوين وهي الست مش عايزه تاخد كونتراسبشن ورافضه تماما انها ايه تعمل كونتراسبشن في الفتره دي، هنعمل ايه؟ نديها ازيترامول جيل. ازيترامايسين ممكن ندي دوكسي سايكلين. ازيترامايسين، دوكسي سايكلين، حلو. كل دي اوبشنز. دوكسي عايزه تبقى بريجننت. ما هي عشان عايزه تبقى، هي عايزه تبقى بس هي لو حصل بريجننسي هنوقفه عادي يعني. اوكي هي مش بريجننت. اوكي يعني الدوكسي ممكن نوقفه في اي وقت، ما فيش اي مشكله، ما بيعملش مشكله في، يعني مش هيتخزن او هيعمل ايه مشكله على اللونج ران. بس انا بتكلم لو هي مش عايزه الايزوتيتينوين، مش عايزه تاخد اواي اوف كونتراسبشن، يبقى اتس اوكي لو هندي الدوكسي سايكلين. بس نقول لها وانس حصل، لو حصل بريجننسي او المنسترويشن اتاخرت هنوقفه. لو احنا عايزين نديها حاجه سيف ممكن هنديها الزيثروماكس او الازيثرومايسن. تمام. ممكن ندي ايه تاني توبيكالز؟ فلاجيل، مترونيدازول بالظبط كده. طيب هو ازيليك اسيد، الازيليك اسيد بيبقى ايرتنت شويه، احنا هو يعني اوكي بس هو ايرتنت والحاله اوريدي عندها باستيوز وكده هتبقى شويه ايرتنت عليها. هو المترونيدازول ده بيست تريتمنت في، على فكره الغسول اللي هو الفلاجيل شراب ده ممكن يتعمل زي غسول كده ويتحط بايه بشاشه كده زي باكس على الاماكن دي وبيظبط الدنيا برضه. تمام. ممكن ندي ايه تاني؟ بتقول التركيبات في بعض الصيدليات وفي تركيبات فعلا موجوده. وممكن ايه تاني برضه؟ في ناس بتدي ايه؟ ها الايفرزين برضه لوشن، وبيقولوا ان له رول عشان ديموديكس برضه لها رول في حالات اللي هو بعد ديموديكس. افندم مش سامعه غالبا الرزيشه بتبقى صفيت مع الديموديكوزس يعني. اه بالظبط كده، ان في رول للديموديكس فاحنا برضو الايفرزين ممكن يستخدم كتوبيكال تريت. طيب اوكي الحاله دي
وعايزين نشوف الباثولوجي بتاعها، لانها مش هتتشخص طبعا من غير الباثولوجي، بس احنا ممكن يبقى عندنا فكرة كده مبدئية من المنظر. طب ممكن الصورة تاني؟ الصورة تاني. اوكي مشي الصورة اهي، اوصفيها لي بقى. مش افكشن لباقي الجسم؟ لا اكيد في افكشن طبعا لباقي الجسم، بس انا مش جايباه عشان احنا جايبين بس الفيس ليجنز. في عندها على الشيست وفي عندها على ممكن الباك، بارني بلاستيك كده؟ ممكن وممكن هي عموما هي بين في جسم، مش لازم تبقى باراني اه بلاستيك. ممكن عشان تكون نقول بارني. باراني بلاستيك يبقى فيها ايه كلينيكالي ليجنز اوف ها اي ام لايك ليجنز ولايك ان بلانس لايك ليجنز بالباثولوجي وبال كلينيكال. اوكي بس دي بين في جسم، ما هو البين في جسم يا جماعه بياخد الاورال ميكوزا وبيبقى اكستنسيف قوي يعني. اوكي يعني هو بياخد الميكوزا الميوكس ميمبرنز وهو كده واخد النوز وواخد الماوث. تمام اوكي. ولما شفنا الباثولوجي بتاعها تاني اهو، سوبرا بيزال كليفت وذ تومبي ستون والاكانثوليسيس باين اهو، الاكانثوليتيك سيلز اللي موجوده دي اوكي في السبيس، والايسينوفيلز اللي موجوده اهي في الدرمس، لان طبعا الابيدرمس هنا ضايع خالص. فدي فعلا بيمفيجاس فيلجاريس مش بارانيبلاستيك بيمفيجاس. والايمينوفلوريسنس طبعا مهم جدا، المفروض ان احنا نعمل ايمينوفلوريسنس، بس عشان الوقت بقى ايه مش عايزين نضيع وقت كتير. البيشنت دي تشايلد، استني درماتوميوسايتس بس بقيت شوفي بقيت الايه الصور، في لها صوره تانية هنشوفها. اوكي انا هحكي. لا ماشي اوكي بس اي دونت وانت يو تو جامب، استني لما تشوفي بقيه الصور. هو صح هي درماتومايسايتس اوكي، الهيليتروب اريثيما وده الايه الجاترونز بابيوز. تمام طب هتعملي لها ايه الطفله في السن ده، وايه يعني البريفليج بتاع الايج والديس ادفانتج بتاع الايج في الدرماتومايسايتس هنا في الجوفينايل تايب، بريفليج وديس ادفانتج. هو بيبقى ده جود بروجنوزز، اوف جود بروجنوزز، لانها ايه ما بيبصش ما بيبقاش اسوشيتد بالعمليه دي، لانها مش باراني بلاستيك او مش اسوشيتد بالانجليزي، ده البريفليج. طب ديس ادفانتج انها بيبقى معاها ايه اكتر، كالسينوزز. ايوه عليك نور، بيبقى معاها كالسينوزز اكتر من الايه، ده جود بروجنوزز. طيب ماشي بس بقول لك ايه اللي ممكن يبقى موجود هنا، ما هو الكالسينوزز اكيد هتعمل هندرنج للمورمز، يعني جود بروجنوزز انها ما عندهاش باراني بلاستيك يعني، بس مش جود بروجنوزز ان يبقى عندها كالسينوزز كيوتس، صح ولا ايه؟ ولا حلو لما يبقى فيه كالسينوزز كيوتس؟ ده 70 بلس ييرز اولد ميل والليجن دي بقى لها 1 مانث. ها انت شخصتها خلاص قول. تمبرال ارترايتس. طيب انا هيبقى معاها ايه كلينيكالي؟ العيان ده هيجي يشتكي من ايه؟ هيديك هيديك ها؟ لوس اوف فيجن، هي دي الحاجتين اللي ممكن يشتكي بيهم، مش هيجي يشتكي من حاجه في الدرماتولوجي يعني، اوكي؟ اكسبت لما هيحصل له اللي احنا هنشوفه في الصوره الثانيه دي. تمام؟ انه يحصل التريشن وايه ولوس اوف سكين، هي دي الحاجه اللي ممكن ايه تجيبه عندنا. انما يوجوالي العيان زي ده بيروح يكشف اوفثالمولوجي او يكشف حاجه في الايه يعني يشوف عصبيه او كده، عشان الهيدكس اللي بتبقى فظيعه جدا عنده. نشوف الباثولوجي بتاعه بسرعه برضو اهو، بيبقى فيه ايه بقى، فاسكولايتس ويتش تايب، جرانيلوماتس، جرانيلوماتس فاسكولايتس. تمام بتبقى في الـ في الـ في الـ في الـ يعني اللي هي لارج فيسل فاسكيلايتس، بس بتبقى فيها جرانيلوما. تمام اللي احنا كنا قسمناهم قبل كده لو فاكرين، ان هي يا اما نيتروفيليك يا اما هيستوسيتيك اللي هي جرانيلوماتس يعني، يا اما ليمفوسيتيك، بس مش عايزين نقعد بقى ندوش دماغنا عشان نعدي بسرعه. نيكست بس ابقوا راجعوا بقى محاضره الفاسكيلايتس. سبوت دايجنوزس بسرعه، نيفس اوف قطة، نيفس اوف قطة. المفروض نشوف ايه في العين، انا بس مغطية العين. يلا عشان قربنا نخلص، شدوا حيلكم. هنشوف ايه في العين.
هنشوف ايه في العين؟ السكلير هتبقى افكتد موستلي. تمام؟ اوكي. طيب التريتمنت، التريتمنت بس دكتوره معلش، ايه اللي هيبقى موجود في عين البيشنت دي؟ انا بس مغطياها عشان طبعا ايه يعني احتراما للايه للبرايفسي بتاعت البيشنت. دكتوره غاده معلش يا اسوار، هو الصوت مش حلو ولا ايه؟ الصوت واضح كده؟ في بلاك كده في السكليرا، بيبقى فيه نفس البلوش كالر ده موجود في السكليرا. برافو عليك. طيب تريتمنت بقى يا احمد، ممكن نلاقي فيه بلوش كليرا؟ اه برافو. طيب ماشي، هنعمل ايه بقى؟ نعالج العينه دي ازاي؟ ويتش فورم اوف ليزر ممكن نستخدمه معاها؟ كيو سويتش. كيو سويتش، برافو. تمام اوكي. ماشي، ما هي الريسبونس بتاعها بيبقى ضعيف، بس يعني هو ده الافيلبل. كيو سويتش. تمام. طيب this patient is a 13 or 15 years، يعني في الرينج ده old patient، والليجنز اللي عنده دي مثلا نقول بقى لها 3 or 4 years. هنعدي الصور الاول وبعدين نتكلم على الايه واحده واحده. اوكي ها إريثروميلانوزيس فوليكولاريس فاشياي ايكولاي. تمام برافو. طب انت عرفتها ازاي بقى يا ابراهيم؟ قول لهم. إريثروميلانوزيس فاشياي ايكولاي. طيب ماشي، عرفتيها ازاي؟ ايه يا جماعه اللي شخصها يقول لنا شخصها ازاي، ولا حد جنبك مغشش؟ يا بتبقى بتيجي في بتاخد بتبقى بابيولز صغيره موجوده في الفيس، بتوصل ممكن تبقى ارثيمات شويه. ارثيماتس تو براون كالرد بابيولز، ها اسيمتوماتيك، بتبقى عباره عن سمول بابيولز زي فولكل زي فولكل زي كراتيش بيانات كده، بتبقى موجوده على ال على ال تمام. موجوده على الايه؟ with background of retina. تمام. وبتاخد الفيس والنك، عاده بيبقى معاها لوس اوف هير. شايفين هنا الاي براو؟ تمام. وشايفين البيرد اللي بقوله؟ المفروض ان المفروض ان الولد ده يعني خلاص بلغ، يعني يبقى عنده بيرد او 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 يعني مستش، بس زي ما احنا شايفين الاريا دي فويد اوف هير. ليه؟ لان بيبقى فيه فوليكولار بلاجنج. طب هنعالجه ازاي؟ تريتمنت يا شباب، هو جاي لك سيكينج تريتمنت، هنعمل ايه؟ في ايه؟ سيستميك ولا توبيكال؟ ها؟ توبيكال ريتينويد. توبيكال ريتينويد. هتدي سيستميك ولا توبيكال؟ توبيكال؟ توبيكال، برافو. ليه بقى؟ لا كرونيك كونديشن، طب احنا هنديها سيستميك فور هاو لونج يعني؟ التوبيكال هيبقى ايه معقول وايه جود تشويس، وان احنا مش هنعمل فيه ايه؟ مشاكل العيان. طيب اوكي، لانها كرونيك. لانها كرونيك بالظبط كده، احنا مش عايزين نعرضه للهازرز. طيب this patient زي ما احنا شايفين دي نايس جيرل. بيعمل حاجه يا فندم؟ في سؤال يا ابراهيم على الحاله اللي فاتت؟ طيب الحاله دي حد بس ايه مين نتائج التوبيكال ريتينويد في الحالات دي اصلا يعني؟ والله لا، يعني هو هيحسن الهايبر كيراتوزز اللي بيبقى موجود، والراف راف سكان اللي هو الساند بيبر لايت سكان، بس اكيد الهير مش هيطلع يعني. تمام. ده ممكن برضو تديله مينوكسيدل اذا في حاجه ممكن تطلع يعني، ربنا ييسر له الامور وتطلع. اوكي الحاله دي بيشنت عندها 12 سنه. تمام. الليجن ابتدت كسنجل نوديول، وبعدين حصل المنظر البلاك اللي احنا شايفينها دي. فحد يوصف لنا الليجن كده ويقول لنا ايه الديفرنشال او الكلينيكال، اصلا هي شكلها مش محتاجه يعني ايه كلام كتير يعني. ها ايه يا جماعه بسرعه، دي سبوت هي بايلاترال ولا لا؟ يونيلاترال. يونيلاترال يونيلاترال. طيب نشوف الديرموسكوبيك بيكتشر بتاعتها طالما انتم مترددين في الدايجنوزس. حاسها تانية؟ حاسها تانية؟ هي بالاحساس؟ بقولك بقالها مانس مانس 4 to 5 مانس.
كده الديرموسكوب مش مبين؟ ايه؟ بص عليها تاني. الديرموسكوب مبين جرانولوما. طيب وهي كلينيكالي عامله ايه؟ بقول لكم ابتدت بنوديول واحده وبعدين عملت البلاك دي. ها يا جماعه لوبس فالجاريس، لوبس فالجاريس، لوبس فالجاريس. انتوا مش شايفين السكارنج اريا دي وان هو ديرتي سكار ابتدى يطلع فيه ليجنز، يعني السكارز الموجوده كلها ديرتي وبيطلع فيها ليجنز، نيو ليجنز اهي. اوكي ومنظرها باين خالص يعني. طيب هنعالجها ازاي لوبس فالجاريس؟ وده الباثولوجي بتاعها اهو جرانيولوما، ودي ايه يا احمد قول لنا ايه دي اللي انت كنت لسه بتقول عليها من شويه؟ هورشو شيب دي اسمها ايه؟ لانج هانز جاينت سيلز، اهي لانج هانز جاينت سيل. تمام ها هنعالج الحاله دي. لانج هانز لا لا وانت ماشي بالعكس. اللانج هانز تقول عليها توتون والتوتون تقول عليها جانز. ماشي اوكي. طيب هنعالجها ازاي؟ دي حالة لوبس فالجاريس، هنعالجها ازاي؟ تريتمنت يا شباب. انتي تيوبركلس، ايه الدراجز اللي احنا بنديها؟ اللي هو ايه يعني؟ الريبامايسين والايزونياز، ايزونازايد، ريفامسن، بايرازينا مايد، ايثامبيوتول، كل الحاجات اللي هي انتي تيوبركلس. بيرين زمان. طيب اوكي بايرازينا مايد. طيب واحنا المفروض نديها تو دراجز من دول، يعني اثنين من الاثنين دول من الاربعه اللي احنا قلناهم دول، وتمشي عليها تقريبا اقل حاجه 2 نعم دي يا دكتور. نعم بتقولي حاجة؟ أنا مش سامعة. لا وصلت الحالات دي كومن؟ اه احنا بنشوفها كتير، بنشوفها كتير. يا طبعا مش كومن يا دكتور. نعم اللوبس فيلجاريس يس كومن، يا طبعا مش ديلي، مش اون ديلي بيزس، بس بنشوفها كتير. اه طيب اوكي نيكست كيس. دي سهلة بقى خالص. سبوت دايجنوزس ايه يا جماعة؟ شباب أين أنتم؟ بلاك وورد بلين وورز. اه بلين وورز. طيب هنعمل لها ايه دي؟ اكستنسيف بلين وورز في الفيس في تشايلد. suggestions treatment oral retinoid برافو. هو topical retinoid، هو topical هيتأخر شوية لأن الليجنز كتير. ماشي ممكن topical بس لما تبقى extensive قوي كده أنا أفضل السيستميك. طيب أوكي إيه تاني؟ آخر حاجة بقى وبرضه spot diagnosis سهلة. ملاسكم كونتاجيوزم وتريتمنت في الطفل الصغير ده عنده سنتين، سنتين ونص. ما سمعتوش عن كي او اتش 10%؟ هو صعب صعب دي الفكره كلها، فممكن اديله ايمون ثيرابي. اديله ايمون ثيرابي بس كده. ممكن برضو على فكره الفينول وكي او اتش 10% بيجيبوا نتائج كويسه جدا. كي او اتش 10 ممكن تعمله بس تاتشن كده على الاريا على الليجن بالتوث بيك وبيجيب نتائج كويسه جدا، بس هو عشان كتير وهو طفل برضو صعب ان تعمل كنترول، فانت ممكن فعلا تديله حاجه ايه تعمل يعني تزود الاميون سيستم عنده زي احمد بقى يقول لنا. احمد دكتور احمد سعيد، هندي ايه للطفل ده عشان نحسن الاميون سيستم عنده وللطفل اللي من شويه؟ لا دكتور ها
بقول لك احنا لو احنا عايزين ندي حاجه سيستميك عشان البي تنفع بي تي ايه بي بي تي ده انت بالذات انا زعلان. طب انت قلت لنا قبل كده حاجه بتزود بي بي الامبيسيست. تي لا غير ده غير بي بي دي. ها الزنك راح فين الزنك؟ زنك زنك سبلمنت زنك سبلمنتيشن يا احمد. زنك يا راجل ده انت اللي قايل لنا المحاضره بتاعت الزنك. اوكي فاينلي ثانك يو يا جماعه. في اي سؤال على اي حاجه؟ ها في اي سؤال؟ شكرا دكتور جزاك الله خير. واياكم. طب انتوا تحبوا برضو ديفرنشال دايجنوزز ويبقى ريجنال ولا نختار موضوع تاني المره الجايه اذا ربنا احيانا ان شاء الله؟ ها حلو حلو الديفرنشال حلو. كنت طالب من حضرتك قبل كده محاضره لحالات هير بس حالات العياده اللي الكومن في الهير يعني. طيب خلاص هشوف كده ان شاء الله احاول اظبطها وبعدين اقول لكم. واذا ما كانتش المره الجايه يبقى المره اللي وراها ان شاء الله. ان شاء الله اشوفكم على خير ان شاء الله. في امان الله. السلام عليكم. دي اكيوت اكيوت ارتكاريا. ايوه طيب ايوه كده حد يتكلم. اوكي ايه اللي خلاكي فكرتي في الارتكاريا يا دكتوره ايمان؟ حضرتك بتقولي ان هي ايفانيسنت فدي من بالظبط. كاركترستك الارتكاريا يعني. وفكرت وفكرت ان هي يعني اكيوت عشان هي لسه من بتقولي بقى لها يوم طيب واحد بس. هي العينه دي هتساليها على حاجه معينه الهيستوري اللي انت هتاخديه منها. What will you ask about? هس ask about drug intake أو طيب. ask about أول drugs هي ممكن مثلا تسألي يكون عليها عندها drugs. خلينا نثبت على الدرجز. ايه الدرجز اللي ممكن تعمل ارتكاريال دراج ايربشن تمام. او ويز؟ في اللي هو النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري. قبل النون ستيرويدز في حاجة أهم، البنسلين. البنسلين بالظبط كده. اند ذا في جروب البنسلين. البنسلين والجروب بتاعته. اوكي وبعدين نون ستيرويدز تمام. طيب لو مش دراج تمام. هنفكر في ايه؟ نفكر في اللي هي اسمها ايه بتاعت المعدة دي اسمها لا احنا بنتكلم على اكيوت ارتكاريا. الديزيز اللي هي انت قصدك الاتش بايلوري على الاكيوت. الاكيوت تمام. ممكن الفود فود كمان الفود ماشي. الاتش بايلوري الاتش بايلوري دي في كرونيك تمام ممكن بالظبط. فود كمان الفود بالظبط. ممكن ابر ريسبيرتوري الاديتيفز. انفكشن الاديتيفز برضه في الفود ممكن تعمل الكالر ابر ريسبيرتوري انفكشن والابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن تمام كده. طيب التريتمنت في الاكيوت ارتكاريا هو ممكن دكتوره غاده، هو دلوقتي الكومون ان الارتكاريا بتبقى مع الكوفيد، والكوفيد دلوقتي لسه منتشر بالظبط كده لسه هنسالها فممكن هقولها. نحط بس الكوفيد عاده معانا. الكوفيد ما بتجيش في اكيوت ارتكاريا، هتيجي غالبا هتدي كرونيك ارتكاريا. مين حد اللي مشغل موسيقى ده يا جماعه؟ طيب يبقى هي ممكن تعمل كرونيك ارتكاريا هي الكوفيد وايه تاني والهيليكوباكتر بايلوري يعني انفكشنز عموما. اوكي انما الاكيوت ارتكاريا يعني ريرلي انها تبقى كوزد باي ان انفكشن تمام الا ممكن لو ستافيلوكوكال انفكشن. لا بس يا دكتور لا دكتور ده بعد اذن حضرتك انا شفت حالات كتيره جدا يا جماعه اللي انا شفت حالات كتيره جدا بالكوفيد وجت معاها اكيوت ارتكاريا. اوكي اللي بيشغل اللي بالكوفيد اكيوت ارتكاريا تمام. يعني انا اكيوت ارتكاريا وهيستوري اوف وانجي فيفر وكلام من ده وبعمل تحاليل بتطلع بوزيتيف كوفيد تمام. طيب خلاص بس هي عموما يعني الانفكشنز بتجيب اكتر كرونيك مش اكيوت، وان اللي بنشوفه اكتر بيبقى كرونيك. بس ماشي اتس اوكي يعني انت شفتي حالات دلوقتي مع الكوفيد اتس اوكي. حلو قوي ان احنا نتشارك في الايه في الحاجات اللي احنا شفناها سوا. طب لو انا قلت لكم ان الليجنز دي ثابته وبقى لها مانس، ما قلتش بقى اكيوت وايفانيسنت والكلام اللي انا قلته ده، ممكن نحط لها ايه ديفرنشال دايجنوزيس تاني؟ هي شكلها ممكن الاول بيمكن سب ولا اكيوت لا؟ سب اكيوت ها الايه شكلها سب اكيوت لوبس اريثيماتوسس برضو شكلها ممكن يدي على ممكن كده. كمان ايه تاني نفكر فيه حاجه انيولار برضو تانية هتعمل المنظر ده كتير كده الا لو كانت اميونو كومبرومايز مثلا
ليه ما تكونش انيولار ساركيدوزز؟ ليه ما تكونش جرانيلوما انيولار مثلا؟ جرانيلوما انيولار تمام، يعني هنفكر في الحاجات اللي هتدي الانيولار ليجنز الجرانيولوما انيولار عشان الكورد لايك بوردر واللي هي البولي سايكليك ليجنز دي. الانيولار ساركيدوزز برضو لو قلنا انها كرونيك، خلوا بالكم الهيستوري هيفرق تمام، او ان هي ثابته في مكانها بقى. لو كرونيك ارتكاريا هتروح وتيجي، انما انا بتكلم على نفس الليجنز دي ثابته في مكانها. فنفكر فعلا زي ما انتوا قلتوا في السب اكيوت ال اي لو في ليجنز تانية برضو في الجسم، وهنعمل معاها بقى انفستيجيشنز وكلام زي كده. طيب النكست عشان ما نطولش برضو في الايه في الكلام، عشان برضو المفروض ان احنا بنتعامل معاها كسلايز من اللي بتجي لنا في الامتحان. اوكي نكست كيس، مين هيبقى معايا ان شاء الله؟ بتختفوا انتوا ساعه ما اقول لكم مين اللي هيبقى معايا. This child is 6 years old او حتى اقل، ده 4 years old، والليجنز دي ابتدت من ال first year of his life و increasing مع ال age asymptomatic. حد بقى ايه يقول لنا differential او diagnosis على طول لو ايه هتوصلوا ل diagnosis؟ ممكن تكبري معلش يا دكتورة، ممكن تكبريها شوية دكتورة غادة بعد اذنك، والهيستوري تاني معلش بعد اذنك. لا مع الاسف مش هتقدر، مش هنعرف نكبر حاجة دلوقتي عشان الدنيا ممكن تتلخبط معانا. الهيستوري انه هو ابتدت وهو عنده 1 year او يعني في الفيرست year of his life و increasing with age و asymptomatic، واوصفي لي الليجن الاول، وهو دلوقتي عنده تقريبا 4 سنين. دي شكلها براونش بابيول. براونش بابيولز، برافو. هي اقول لك انا هي في ممكن تكون فلات توب، فلات توب شويه وفلات توب. اوكي طيب نفكر في ايه. هي شكلها ممكن تبقى هيرتيوسايتوزيس مثلا. ويتش تايب؟ اللي كانت بتيجي في الفيس دي اسمها انا عايزه اسمها بناين كفالك. ايوه برافو، بناين كفالك. ايوه ايوه هي كفالك هي دي. طيب احنا هنشوف الايه بناين كفالك عشان هنشوف ال بتاع بيتاخر في النزول. اوكي هنشوف الباثولوجي بتاعها. احمد بقى هيقول لنا الباثولوجي. احمد سعيد. هي ال الجرانيلوما ال برافو، والهيس سايز دي اسمها ايه؟ ها اسمها حاجه في حرف التي كده، اسمها توتون. توتون توتون بيبقى شكلها عامل ازاي؟ ال ها نيوكلياي بتبقى arranged in wreath like، لا wreath هي عاملة زي السبحة. اوكي مش هورس. والسنتر بتاعها بيبقى كلير، بينما البريفري بتبقى فومي اهي زي ما انت شايف كده. اوكي فدي الايه التوتون جاينت سيلز، ودي بتبقى موجودة في حالات ايه؟ الجرانيلوما اللي دار اتوقع جرانيلوما ايه؟ زنسوما وزنسوما. زنسوما لسه انت مش اي حاجه كانت فاتت سيلز. طيب ايه الماركرز اللي هتبقى بوزيتيف هنا وايه الماركرز اللي نتوقع انها هتبقى نيجاتيف في البيناين كيفاليك سايتوزز؟ سي دي 68 ايه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. برافو، وايه اللي نيجاتيف؟ ها ومهم ال ال الاس و CD1A. برافو. طب تمام برافو عليك. نيجاتيف نيجاتيف برافو تمام. طيب نيكست سلايد. نيكست هو بس بطيء شوي. طيب 30 years old male الليجن دي of 1 year duration asymptomatic firm. نفكر في ايه؟ حطولي differential diagnosis. نودولار بي سي سي ممكن. نودولار بي سي سي، بس انت شايف لها اي يعني مثلا beaded like border او كده؟ وهي ممكن الدرماتوفايبروما. درماتوفايبروما this is not the common site of dermatofibroma صح؟
وانا قلت لك بينلس تمام. انكلوجن انكلوجن سيست انا قلت لك انها فيرم مش سيستك. هنشوف الباثولوجي ماشي اوكي انا معاك. اي حاجه زي واحده كده من النيفاي نيفاي واحده من النيفاي ماشي ممكن نحط النيفاس ويتش فورم اوف نيفاس ممكن نفكر فيها هنا اللي هي الكومباوند الكومباوند الدرمال عشان ملهاش لون الدرمال لانها مش براونش خالص درمال ميلانوسيتيك نيفاس. بس خلينا نشوف الباثولوجي كده وخليك كده معايا يا احمد قول لي ايه اللي انت شايفه هنا. ده باللو باور دي في انفلتريشن بس طيب انفلتريت هل هو مين فورمد اوف ايه ايه الانفلاماتوري سيل اللي هي الكومن او البروميننت هنا الليمفوسايت اند اللون الغالب هنا ايه دي ماست سيلز دي ولا ايه؟ طيب خلينا نشوف اللي هو البيربل كولر ده فيو. ها كده بقت ايه بقى؟ دي ايه دي؟ دي جرانيلوما دي ولا ايه؟ ايوه ولا ايه؟ ايوه هي جرانيلوما مش ولا ايه؟ اوكي اهي الهيستيوسايتس النيوكليوس بتاعتها اللي هي ايه؟ فيزيكولار والفيزيبل نيوكليولس مش كده؟ ودي مالتي نيوكليتد ايه هيستيوسايت ليها كرايتيريون كده انتوا مش واخدين بالكم منه الهيستيوسايت دي اللي هي ها؟ مترتبه اللي هي هورس شو ايوه هورس شيب هورس شو. لا خلي بالك من السيتوبلازم كده بصي عليه ايمان قولي لي ايه رايك فيه. ها فومي يعني فومي سيتوبلازم؟ لا مش فومي فومي ده فومي ده فومي ده فومي. ها احمد كلير ولا كلير ولا ايه مش عارف. احمد اين انت؟ ساركويدل لا جراوند جلاس تمام. الجراوند جلاس سايتوبلازم ده بيبقى فين؟ ها الزرثومة ريتيكولو هيستوسايتوزس اوكي دي ريتيكولو هيستوسايتوما العيان اللي فات ده ريتيكولو هيستوسايتوما سنجل ليجن اوكي سنجل ليجن ريتيكولو هيستوسايتوما. طيب دي تفرق ايه من الريتيكولو هيستوسايتوزز اللي هي المالتي سنتريك؟ الباثولوجي واحد على فكره سيستميك مانيفيستيشن سيستميك مانيفيستيشنز برافو. مين اللي قال سيستميك مانيفيستيشنز يقول لي ايه هي بسرعة في ارثرايتس ارثرايتس. مين معايا دينا رشا رشا ماشي يا رشا رشا ازيك يا رشا الحمد لله تمام ازي حضرتك ازاي ها مالتي سنتريك ريتيكولوسايتوزز ايه السيستميك مانيفيستيشنز بتبقى معاها اول تقريبا السي ان اس تعمل ليونين فيس ليونين فيشز برافو البون البون والسي ان اس لا ما في البون ايوه طبعا ارثرايتس اللي بتحصل اوكي اللي هي بتاند وذ ميوتيليشن تمام و كان في سي ان اس على ما انا فاكره اهم حاجه اهم حاجه تيز ابارنج بلاستيك سيندروم اوكي ابارنج بلاستيك اولا بتيجي في الفيميلز ميدل ايجد وبتبقى معاها ليجنز في الميوكس ميمبرين وبيدد بورد او بيدد ليجنز اراوند ذا بيري انجوال اريا في البيري انجوال اريا وبتبقى شكلها عامل زي الايه بنسميها ايه كورال ريد تمام كورال ريد بابيلز بتبقى عامله يعني بيدنج كده اراوند في البيري انجوال اريا وافكتنج الجوينتس بتعمل ميوتيليشن ومعاها ويتش فورم اوف انترنال مالجنسي. مين يقول لي mostly الكيمياء الليمفومز والليكيميز تمام برافو اوكي. انما الريتيكولوسايتوما دي اللي هي السنجل ليجن دي مش ما فيهاش اي مشكله يعني مش ما تقلقنيش انا في حاجه اوكي شلناها وخلصنا على كده. طيب نيكست كيس طيب
طيب اوكي البيشنت ده 40 دي ماجنتيك بلس جرانيلوما 40 بلس اصبري بس على رزقك 40 بلس ييرز اولد بيشنت والليجن دي بقى لها 2 ويكس تقريبا اوكي وبينلس او يعني ما فيش بين يعني واضح قوي يعني يس يعني ممكن بس شويه في تندرنس كده خفيف بس لما تدوسي عليها او كده بس بينلس. انت فكرتي في الماجوكي اشمعنى الماجوكي او لها اسم الكومون سايت وهنا بحسها تانية باربي سايكوزس باربي او سايكوزس باربي ايوه مش ماجوكي اوكي دي سايكوزس باربي ليه بقى قلنا سايكوزس باربي ونفرقها من ايه الديفرنشال دايجنوز بتاع استاديد وذ باستيولز هي استاديد وذ باستيولز برافو تمام طب نفرقها ازاي من السايكوزس فالجاريس اللي هي ايه ستافيلوكوكال انفكشن بين بلس ثانيه بينفول الثانيه بينفول اكيد ها ايه ثاني بينفول ايوه غير البين غير البين لوس اوف هير والهير الهير يا دكتور انها ما بتبقاش بالظبط لوس اوف هير لا وحاجه تانية انها ما بتجيش يونيلاترال كده عاده هتاخد يعني هتاخد باي لات هتبقى هنا وهنا تمام مش هتيجي لوكالايزد كده ها ايه تاني البيرسينج اوف هير ان ذا ميدل اوف ذا باستيول هتلاقي الباستيولا في الميدل بتاعتها الهير طالعه في بيرسينج اوف ذا هير ان ذا ميدل اوف ذا باستيول تمام ولما تيجي تشيل الهير تلاقيها ايزلي بلاك الديرموسكوب برضه هيبان الديرموسكوب هيبين اوكي بس هي انا دلوقتي معيش ديرموسكوب فانا دلوقتي بتكلم كلينيكالي تمام فدي سايكوزس اوكي طيب التريتمنت بتاعها ايه ينفع نديها بس توبيكال لا لا هنمشي على سيستميك دي سيستميك سيستميك ممكن ندي اللامازيم ندي من اسبوعين لشهر لشهر ونص كمان زي ما ندي من اسبوعين لشهر تمام لا لشهر ونص كمان تمام طيب وايه تاني ممكن نديه مع الانتي فانجل وليه ممكن ندي كورتيكوسترويد عشان نقلل الانفلاميشن شويه عشان نقلل الانفلاميشن ونمنع ايه سيكاتريشال الوبيشيا زي ما بنعمل ايه في ويتش فورم اوف رينج اوف رينج وورم كيريون الكيريون كيريون شطار طيب نيكست كيس وبرده عايزين بسرعه يا شباب مش البوت جاي من البرنامج مش منكم انتوا بس برضو عايزين نسرع عشان نلحق نشوف الحالات كلها طيب الكيس دي طبعا سهله خالص يعني ها سبوت دايجنوزس هي اسكيلي وواخده الهير يا دكتوره واخده الهير يعني دي اسكيل الاي براوز اهي واخده النوز ها دي غالبا ممكن سبوريك درماتايتس نفرقها ازاي من السورايسز كلينيكالي بسرعه كده السورايسز بتبقى ارثيميتاس بتبقى ارثيميتاس وعلى الهير لاين اللون بتاعها بيبقى ايه اكتر دي سالمون ارثيميتاس شويه سيلفري وايت بالظبط كده وبعدين السكيلز بتبقى سيلفري وايت لوكالايزد مش بتنزل لتحت قوي كده شويه وبتبقى سيلفري وايت مش هتعدي الهير ايه مارجن مش بتعدي الهير لاين وبعدين كمان دي جايه على السيبوريك ارياز يعني جايه على الاي براوز وجايه على النوز سيبوريك ارياز كل السيبوريك ارياز تمام كده طيب يبقى احنا كده بنتكلم على سيبوريك ديرماتايتس طب هتعالجيها ازاي دي هدي في الحاله دي انا بدي شامبو بدي عندي فانجل شامبو وبدي توبيكال ستيرويد مع انتي فانجل برافو تمام كده تمام جدا يعني اوكي this is a child infant يعني ايه ده 3 او 4 months اوكي وهي فيميل وعندها الليجنز اللي احنا شايفينها دي يا جماعه باينه في الصوره ولا لا هجيب الصور كلها وبعدين نرجع نتناقش فيها اهي على الابر لام اوكي على الباتوكس على الفيس هاند فوت ماوس ديزيز بس ما تستعجليش على رزقك طيب وثينك شويه كده هي دي اللي فيها زنك ديفيشنسي استني
يعني بس لا مش دي اللي فيها الزنك ديفيشنسي. انا عايزه ارجع تاني، اللي قبليها. طيب اوكي، يعني جاي على الفيس وعلى الاكستريميتيز وعلى الباتوكس وعلى الابدومن. ها فكر في هيسترو فيفر. طيب نو نو هيسترو فيفر. عايزين تسالوا هو الصوت عندي ولا عندكم؟ الصوت قاطع ولا ايه؟ الصوت قاطع يا جماعه ولا سامعين؟ هيستوري اوف دراج يا دكتور؟ نو هيستوري اوف دراج. ها جينات كروستي في الاورا اللي جوه، في الاورا الميوكوزا فيها حاجه جوه؟ نو اورا ليجنز. نو اورا ليجنز. حد عايز سؤال؟ بقى لها قد ايه يا دكتوره؟ بقول لك 1 ويك 10 دايز حاجه زي كده. حد عايز سؤال تاني؟ بريوريتك ممكن تكون اكيد هيموراجيك اديما في انفانسي؟ لا مش اكيد هيموراجيك اديما في انفانسي. الثانيه بيبقى شكلها زي الفاسكولايتس وبتيجي اكتر في الميز وعلى السكروتم. ممكن تيجي في الفيس برضو بس المنظر ما بيبقاش كده خالص. تبقى في الفيس برضو بس المنظر ما بيبقاش كده. ممكن دراج او فايرال انفكشن. اسهل من كده. اسهل من كده. حد يسالني سؤال كده؟ ممكن حد في العائله بيهرش؟ ده هاند فود. ايوه اي انت كده برافو عليك. ايوه المذر هافينج ذا سيم بروبلم. ها كده يبقى ايه؟ اسكيبز. ايوه اسكيبز يا جماعه. اسكيبز الاسكيبز هتيجي في باسيوز اللي انتوا شايفينها دي اوكي، وهتيجي في الفيس. انفنتايل سكيبز بتيجي في الفيس اوكي. انا بس حبيت يعني احط لكم الساين ده ان احنا نشوف الاسكيبز في الانفس. هتلاقي الويبز بتاعه الفينجرز مهمه قوي، الباتوكس والفيس. الفيس افكتد تمام، which is specific للانفنتايل سكيبز. انا بحاول بس اجيب تاني الصور من اول. معلش اللي قبليها قبل اول الحاله. ايوه اهي شايفين، شايفين الويبز بتاعه الفينجر اوكي. هي طبعا الصوره بس ايه بعيده شويه، بس الويبز كلها افكتد، البالم افكتد تمام، السول افكتد، الاكزيلا افكتد تمام. فدي سكيبز ماشي. وخلوا بالكم قوي من السكيبز، الانفنتايل سكيبز دايما بيجي كده شويه ايه تريكي ماشي، فحطها في دماغك تمام. طيب تمام كده. طيب نيكست كيس بقى يا شباب، دي سبوت دايجنوزز. سنايل كوميدونز. لها اسم فافر ركشو. فافر ركشو. طيب تريتمنت اكستراكشن وفوتو بروتكشن. اكستراكشن سان بلوك اكيد طبعا اوكي. بنعمل او ممكن ندي ثيروتك ريتينويدز، توبيكال ريتينويدز عشان نحسن التكستشر بتاع السكن. توبيكال ريتينويدز الالاستوليسز اللي موجود ده اوكي. ممكن فراكشنال ليزر برضو، ممكن اي حاجه هتزود الكولاجين ريسنتسز وهتقلل الايه الديجنريشن اللي حاصل ده. بس طبعا الاكستراكشن هيشيل الكوميدونز دي، بس اهم حاجه الفوتو بروتكشن بعد كده. طيب النكست كيس برضو سوليستيك اكني. طيب حلو، هنعالجها ازاي؟ نودل سيستيك اكني. ها هنعمل فيها ايه؟ عندنا كذا لاين. هنودل سيستيك اكني قولي كله قولي كله. لو هو بنشوفه الاول لو ديت عامله سيست ولا لا، بنحقنه كورتيكوسترويد مع جراميسن تمام. برافو. ايه تاني؟ وبندي ايزوتريتينوين، وبندي معانا كورتيكوسترويد عشان ممكن ساعات بنخاف من الفلير. برافو برافو برافو. طيب لو هي فيميل هندي الايزوتريتينوين وايه البريكوشنز بيفور يو ستارت؟ ايوه هندي لو هي مش في البريجنان ايوه ما انا بشوف الاول بريجنانس تيست. لو في بريجنانسي لا مش هعمله، لو مفيش خلاص. انما لو في لو هي في البريجنانس يعني لو هي بريجنانس ممكن ندخل معانا الازيثروميسين، حاجات مجموعه من النزوليد. اسمعي السؤال، اسمعي السؤال يا ايمان. دلوقتي بقول لك ايه طبعا. معلش معلش بيفور يو ستارت وذ ايزوتريتينوين.
بعمل اهم حاجه ليبيد بروفايل. تمام برافو. وانا بعمل ليفر وليفر فانكشن والليفر فانكشن. برافو عليك. او بريجننسي. اوكي طيب نيكست كيس. اتغتت كده الايدي. تمام. دي 30 plus years old female 38 مثلا نقول، والليجنز دي بقى لها مانثس على الفيس وعلى الاكستريميتيز على الفور ارم وعلى الهاند. دي لايكن لايكن بيجمنتوزا، لايكن لانا، لايكن لانا بيجمنتوزا او اكتينيك لايكن. Which one مستقر؟ لايكن بلاس اكتينيكاس. اكتينيكاس. اللي قال اكتينيكاس قالها ليه؟ واللي قال بيجمنتوزا سألها ليه؟ هي اكتينيكاس عشان جايه في ال فوتو اكسبوز اريا، الاكسبوز اريا. لو جت في الهيدن اريا هنقول بيجمنتوزا. تمام. طيب وايه اللي خلاكي برضو عرفتيها؟ شفتيها ازاي؟ اللون بتاعها، هو اللون بتاعها لونها بيدي على جريج شويه، براون شوية. براون تو بلو كده يعني، بلو عنده بلو هيو كده. ايوه هو داسكي. تمام تمام اوكي. وهي سيفنج الارياز اللي هي بروتكتد من اللايت، زي الاريا اراوند ذا اي هنا. اوكي اللي بروتكتد باي اراوند دي بريزرفد، بينما جايه برضو في الفور ارمز لانها دايما كاشفه دراعاتها، يا فلاحه فايه على طول في الشمس. طيب اوكي. طيب التريتمنت وبسرعه. هيدروكين اول حاجه، بلاكنيل. ها وايه بنادي؟ بلاكنيل. الهيدروكينون كونتروفيرشال في الحاجات دي. الهيدروكينون كونترا انديكيتد. برافو. ليه بقى؟ لانه ممكن يعمل اكرونوزز، هيزود البيجمنتيشن. لان هو اساسا ممكن هو يعمل بيجمنتيشن. هو ذات نفسه ممكن يعمل بيجمنتيشن. بالظبط كده. بس احنا لو هي بتشتكي من البيجمنتيشن هو اللي مضايقها، وفي الغالب هو ده اللي بيضايق العيان، هنعمل لها ايه؟ ممكن ندي ترانكزيميك اسيد، ممكن ندي كابرون معانا ونعمل جلسات بالكابرون. بلاش تعملي جلسات الله يكرمك في حاله زي كده، انك انت اللي هتتورطي. تمام. نصيحه يعني، يعني خلينا ايه لو سنها اصغر شويه ممكن اسال على البي سي او او كده. تمام اوكي. طيب نيكست كيس بقى بسرعه، ودي برضو يعني سبوت دايجنوزز. كيلويد. 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 وايه الفرق ما بين الكيلويد والهايبرترافيك سكار؟ الكلويد بيعدي البوردر بتاع هايبرتروفيك اكستند بيوند ذا ليميت. الكيلويد هيعدي الايه؟ السايت اوف انجري. اوكي. ممكن يجي وذاوت مكان التروما او مكان الانجري، او ممكن يجي وذاوت تروما اساسا يعني. وان اوف ذا كومون سايتس للجو لاين. تمام. والتشست الفي شيبد اريا، والباك اللي هي بتوين ذا سكافلي، الحتت دي كومن قوي. واكيد الاير عشان الناس اللي بتقعد تعمل بيرسينج ودبل بيرسينج والحاجات الغريبه دي، خاصة في الدارك انديفيديوز والناس اللي عندها هيستوري. طب هنعمل معاه ايه ده؟ ده انا ممكن احقنه انتراليجنال ستيرويد. انتراليجنال ستيرويد. تمام. ايه تاني؟ ويدي ام راسيل برضه ممكن ستيرويد. ممكن 5 فلورو يوراسيل يعني. اوكي. ممكن برضه يتحقن ايه 5 فلورو يوراسيل. طيب هي عموما طبعا الحالات دي بتبقى معقربه ومقرفه يعني، مش بالساهل كده بتتعالج يعني. اوكي. بس هي عايزه حقن وفترات طويله. تمام. وممكن كرايو برضو، الكرايو ممكن يحسن شويه، بس هي الهايبو بيجمنتيشن في الكالر بتاع البيشنت ده فيعمل لنا مشكله. طيب اوكي نيكست كيس. سبيشيس هايبر بليجيا. سبيشيس هايبر بليجيا هي عباره عن ايه اصلا؟ هايبر بليجيا في السبيشيس، سبيشيس جلاند بيبقى فيها، بنعرفها لونها يلو شويه، بتبقى امبليكيتد. امبليكيتد اهي في السنتر، بتبقى يلوش ان كلر،
وبتيجي في الارياز اللي فيها السبيشس جلاندز بتبقى ماجنيفايد كبير بالظبط، وبتبقى امبليكيتد، وعاده بتيجي بعد في الفورتيز اند اباف، وعاده اكتر في الميلز. اوكي، بس ممكن تيجي في الفيميلز، يعني هتلاقي ناس كتير حواليك عندهم الايه القصه دي. طب تريتمنت تريتمنت نشيلها بقى، نشيلها نشيلها كوتري، ممكن ليزر، ممكن تمام برافو، وممكن كمان نعمل بيلينج مثلا، تبقى اي تي سي اي بتركيز عالي ولوكالايزد على الارياز دي. تمام اوكي. طيب بايجينيك جرانيولوما، بايجينيك جرانيولوما، استنى نشوف الباثولوجي برضو. اوكي هي هي بايجينيك جرانيولوما، انتوا حرقتوها خلاص، انا كنت عايزه اشوف الباثولوجي برضو. اللي خليكي عرفتي انها بايجينيك جرانيولوما اكزوفاتيك ليجن، هو كومون سايت وشكلها كومون سايت اكزوفاتيك، اكزوفاتيك، ومفروض نسالها هي بتعمل بتجيب دم مثلا مع التاتشنج او البليدنج ولا لا، بتجيب بيحصل فيها بليدنج ولا لا. هي منظرها طبعا الباثولوجي بتاعها هي عباره عن ايه؟ فين احمد؟ دكتور احمد هو في ده زي احمد سعيد او احمد سالم، احمد سالم مختفي، معرفش انت موجود ولا ايه، بس ايه بتطلع في الاخر تقول لي المحاضره كده. طب انت فين يا احمد؟ احمد سالم عباره عن لوبيول في بلاد فيزل موجوده، ايوه في مالتيبل بلاد فيزل زي حوالين بعضها لوبيولر، اهي في اللوبيولز، وبعدين ان بتوين في كولاجين باندز. تمام اوكي، نيولي فورمد بلاد فيسلز والان بتوين ده في اللوبيولز، وما بينهم في الكولاجين باندز. اوكي طيب النكست، سهلة برضو سبوت دايكنوزس. فين يا شباب؟ يبقى لها هيربس زوستر بقى لها قد ايه؟ بقى لها اسبوع، بقى لها قد ايه يا دكتور؟ اسبوع اسبوع اهو، ده في الوش هيربس زوستر فالمكس. هيربس زوستر، ده هيربس زوستر فالمكس بالظبط كده، هيربس زوستر فالمكس. طبعا ما اتلحقتش فضيعت العين كمان. ازاي؟ دي صوره من على النت يعني، هيربس زوستر فالمكس مش عامل ازاي؟ انا نسيت افكرها في الكتاب من فوق، ده واخده العين وضيعت العين اصلا، ما عشان كده بص عينه ناحيه ده حاجبه، هو عينه اهي بص واخده السكالب واخده الحته دي كلها. بالظبط اسبوع. طيب اللي وراها برضو سبوت دايجنوزس، فيكسد دراج ايربشن، فيكسد دراج ايربشن، فيكسد دراج ايربشن، فيكسد دراج ايربشن. طيب برافو، ايوه فيكسد دراج ايربشن. ايه اكتر ادويه بتعمل؟ سيترين، سيترين صلفه، تمام سيترين وصلفه، سيترين اللي هي صلفه كونتيننج دراج. ايوه وايه تاني غير الصلفه؟ سيفترايكسون، الفلاجيل، حاجات كتيره. تمام اوكي، النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز ممكن تعمل. المهم ان احنا لازم نعرف السبب عشان بعد كده ما يتكررش. التريتمنت طبعا هي مع يعني طالما هي بس اللون كده اللي فاضل يعني هي بتتحسن مع الوقت، انما لو جايه بقى اكستنسيف او اريثيماتوس او في بولي او كده لازم هندي سيستميك ستيرويد طبعا. اوكي، واهم حاجه اليمينيت ذا انكريمينيتد دراج. طيب نيكست كيس برضو سبوت دايجنوزس، هيمانجيوما، هيمانجيوما، تمام هيمانجيوما. طيب والله سمعت، هنعمل معاه ايه؟ هو الفيرست لاين اوف ثينك اللي انا من بعمل باص، بنعمل باص لاين ليزر. طيب هي او هندي اندرال، وممكن نحقن كورتيكوستيرويد، لازم كل حاله وتيم لول اي دروبس. ليزر يا جماعه، تيم لول اي دروبس مع اندرال بتبلوك، تيم لول اي دروبس مع اندرال. طيب لازم برضو اور كان وي جاست ويت اند سي في الحاله دي؟ هي ممكن تنفيوت لوحدها، ممكن ست هي سيلف ليميتد اصلا، ممكن تنفيوت بالظبط كده، هي سيلف ليميتد، هي اساسا قبل ست سنين ثمان سنين هتكون اختفت. اوكي، فاحنا امتى نتدخل؟ سؤال بقى، لان لو السريتد او حصلت لها اي كومبليكيشن في حته كريتيكال زي مثلا في اراوند ذا اورال ميكوزا، اراوند ذا اي، اراوند ذا انس، اوكي عامله مشكله زي ما انت قلت السريشن على النابكن اريا، يعني في كريتيكال او عامله او عامله السريشن
او سكندري انفكشن او اي حاجه من هذا القبيل. انما لو هي كده مفيش فيها اي مشاكل ومش جايه في حته تعمل لي المشكله، do I have to interfere؟ No I don't. لا simply يعني ممكن اسيبها. simply assurance وتفهم المذر والفادر ان الموضوع ايه هيزيد في اول سنه، هتزيد تدريجيا وبعد كده هتبتدي يحصل لها ريجريشن لغايه قبل سن المدرسه او على سن المدرسه، هتكون الدنيا ايه اتظبطت، هتكون قلت جامد جدا اذا كانت لسه موجوده. وساعتها ممكن ندخل بقى معلش دكتوره غاده، هو احنا لو دخلنا بالبلس الدايليزر دلوقتي ليه؟ ما هي لا لا احنا لو عملنا بلس الدايليزر من الاول، من اول ما نشوفها. اها كملي السؤال. السن الصغير، السن الصغير ده سنه تقريبا او اقل من السنه. اه ليه؟ ليزر ازاي؟ ليه؟ هو انا كنت كان الدكتور شادي كان قال اول ما انت مش هتعرفي تعملي للطفل ده كنترول تمام عشان تجيبيه وتعملي له ليزر في السن ده. فور مي انا مش هشتغل حاله زي كده الا لو عامله كومبليكيشن، والكتاب حتى بيقول كده، يعني انت مش لازم كل حاله تتعالج تمام. وممكن بس نديها تيمولول اي دروبس ونمشيها عليها وخلاص، ونخليها هي المادر تفهم ان هي الموضوع بيحصل له ريجريشن باي تايم، مش لازم كل حاله نعالجها. فاهمين ازاي يا شباب؟ يعني دي بس كده عشان ايه في طب ندي الادرال برضو ولا لا؟ ندي يا ستي لو محتاجين، ما بقول لك اهو احنا مش كل حاله لازم تتعالج. اوكي يعني انا حاله في المنظر ده في الحته دي مش هعمل لها حاجه اكتر من التيمولول اي دروبس بس كده، واشورنس واجيبها كل شهرين ابص عليها اطمن واوريهم ان الحجم بيصغر والدنيا تمام. اوكي اوكي خلينا نتكلم الكلام الايه العملي العلمي مش الكلام الايه السوق يعني. طيب next case. هتكون هترجع تاني، رجع تاني. اوكي طيب الليجن دي حد يوصفها لنا الاول كده وبعدين هنشوف الديرموسكوبي بتاعها. انتايجو ماليجنا ممكن. طيب ليه قلتي الانتايجو ماليجنا؟ انت لسه ما شفتيش الديرموسكوب. الانتايجو انت كده دخلتيها خلاص بالاحساس كلينيكال، دخلتيها في ميلانوما اللي هو الايه لوكالي. هي هايبر بيجمنت داتش. ها هايبر بيجمنت داتش مش 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 ويل ديفاين. الديرموسكوب اهو. اوكي هي فعلا الانتايجو مالجنا، بس ايه اللي خلاكي كلينيكالي فكرتي على طول في الانتايجو مالجنا؟ فيها منطقة غامقة ومنطقة فاتحة وشكلها كده يعني اسيمتريكال. تمام بس الاحساس كلينيكال يا دكتور. الايج الايج بتاع البيشنت. اه ايوه الايج بتاع البيشنت شكله كبير تمام. وفي الصن اكسبوزد اريا. في الصن اكسبوزد اريا في منطقة في لايك في كده بس انتوا كده بتلخبطوني. حد واحد يتكلم بس يقول لي الديرموسكوبيك فايندنجز اللي موجوده قدامنا هنا. ابراهيم اين انت؟ في منطقه يا دكتور بيضه في النص كده ديفويد اوف بيجمنتيشن تمام، مش إيه؟ بيسموها وايت فيل تقريبا. لا وايت فيل تقريبا او وايت وايت ستراكشرال اسمه وايت ستراكشرال وايت لا وايت ستراكشرال او بوني وايت اريا اللي هي بيبقى فيها ريجريشن تمام. طيب ايه تاني في عندنا؟ كام لون ريجريشن بيجمنتيشن في البيجمنت او البيجمنتيشن نفسه في منطقه غامقه تمام، وفي البلاك وفي الايه في دارك براون وفي بلاك وفي ايه ده الوايت يعني جري شويه يعني. البلو وايت فيل اللي هي دي الاريا دي اللي انا بشاور عليها دي، دي البلو وايت فيل اللي احنا بنقول عليها تمام. طيب الاريا دي بقى اللي عليها الارو دي وصفيها لي عامله ازاي؟ دي منطقه هي بلاكش كده بلاكش بيجمنتيشن كده ريجولر بلاك بلوتش وما فيهاش فوليكولر اوبننجز. طيب دي دي كلو لايه يا جماعه؟ ما فيش ان في دورمال انفيجن. الليجن دي او الاريا دي اللي هي خلاص الفوليكولر اوبننجز مش باينه خالص فيها
معناها ان في ديرمال انفيجن. اوكي، فدي احنا كده بنتكلم على انفيزيف ميلانوما، يعني احنا خلاص دخلنا عدينا الديرمو ابيديرمال جانكشن. تمام، فالحته دي لازم يتاخد لها بايوبسي، المكان ده هو سيوتابل سايت فور بايوبسي. تمام كده. اوكي، هل انا اقدر اشخص ميلانوما بس بالديرموسكوب يا جماعه؟ يعني انا اقدر ابقى 100% شور بالديرموسكوبيك بيكتشر دي، احلف عليها اقول خلاص الراجل ده عنده ميلانوما؟ سؤال. لا، ما دام شكينا ناخد بايوبسي. بالظبط كده، ان انا اصلا الميلانوما ما اقدرش ابقى كونكلوسيف فيها من غير بايوبسي، بس انا كده بساعد العيان ان انا ايه اعرف حتى المكان انا هاخد منه، بدل ما ايه ببهدل له ايه الدنيا كلها. طيب سهله خالص اهي، بورت واينستين. بورت واينستين، تمام. طيب ايه المشاكل اللي ممكن تعملها البورت واينستين قدام في المكان ده؟ تعمل لنا ايه؟ بتعمل ديسترج بقى قد الروكس كده و ستاج فيبر. هي هتزيد في الحجم والايه والثيكنس، وهتبقى وارتي او فيروكال كده مع الايدج، بس هي ايه ممكن تبقى اسوشيتد بستاج فيبر سيندروم. تمام، زي ما ايه احمد قال لنا. طيب اوكي، خلينا ايه، طب نعمل لها ايه يا دكتور احمد الحاله دي؟ لو انت جات لك عايز تطمن عليها هتعمل ايه؟ اعمل لها سي تي وام ار اي برين. بالظبط كده، وفين كمان؟ واعمل لها اوفثالموك اكزامينيشن. دول اهم حاجتين احنا لازم ندور عليهم في الايه في الحاله دي. طيب نيكست كيس، انكوب دي صبر. ما شاء الله. طيب انكوب دي صبر اللي هي عباره عن ايه؟ الانكوب دي صبر مورفيا، لوكالايزد مورفيا، لينير مورفيا، لينير مورفيا. طب هنعالجها ازاي؟ ميسوتريكسيت. ده هي لينير، هي بايوبسي الاول نشوفها كانت اكتف ولا مش اكتف. طب ماشي جميل. بعد كده لقيتيها مش اكتف هتعملي لو ايه؟ اكتف نسالها لو عندها مش اكتف، يبقى نسالها لو عندها سي ان اس مانيفستيشن، انجكشن سنترال نيرف سيستم مانيفستيشنز. هنعمل ايه طيب لو هي عندها ايه ممكن السنترال نيرف سيستم مانيفستيشنز تبقى موجوده يا احمد؟ سيزر. سيجرز وايه تاني؟ ما عندهاش، ما عندهاش. ها هنعمل لها ايه؟ وان اكتف، عملنا لها بايبس وطلعت ان اكتف. فات فات ما ينفعهاش بقى لا فراكشن والحاجات دي، فات بقى فات. نعطيها سيستميك يا دكتور. نانو فات انجكشن. ده بس ده بس. طيب اوكي. لو هي مضايقاها يعني كوزمتيكلي يعني. لو مش مضايقاها خلاص. بس ايه نعملها اشورنس، ولو هي لسه اكتف هنعمل ايه تريتمنت. لو هي لوكالايز زي ما احنا شايفين كده، وعايزين نديها حاجه ما تعملهاش مشكله وما تاخدش وقت طويل في العلاج، نديها ايه؟ ميزوتريكسيت. ما انا بقول ما تعملهاش مشكله، انا مش عايز اعمل انفستيجيشنز وادي امينو سبورت. لو الترا فايلوت اي، الترا فايلوت اي، برافو، لانها لوكالايز. الترا فايلوت اي، تمام اوكي. ها دي سهله برضه. ده child 6 years old لجن. برافو، بولس امتى؟ تمام برافو. طيب تمام، next case. بسم الله. طيب كان روزيشيا ممكن؟ استني صلي على النبي واستني هقول لك الهيستوري بتاعه. البيشنت ده 40 plus years، الليجنز دي بقى لها months duration. تمام، واستني عشان اوريكي الريست اوف ذا ليجنز عشان ما تستعجليش في الدايجنوزس. عنده ليجنز في الفيس وعنده على الترانك. What do you think؟ طب اكيد كوتينيا سلوبس سيرسيماتوزس. حد له راي تاني يا شباب؟ بس انا مش هجيب لكم حالتين زي بعض، انا جبتها المره اللي فاتت. ده بينفول ولا يا دكتور؟ ايه؟ لا مش بينفول. بين في بين؟ لا مش بينفول. وبالمناسبه في الابر باك ليجنز برضه. في الانترسكابيلر اريا. طيب نكمل ونشوف. ممكن البنفيجاس فاليشيس؟ ايوه بنفيجاس فاليشيس. برافو، خلينا برضو نشوف الباثولوجي عشان نبقى اكيوريت في الدايجنوزس. قول لنا بقى ايه الفايندنجز اللي انت شايفها؟
في انترا ايبيديرمال في سب كورنيال بوزيشن بالظبط. والميكانيزم ايه السيل دي؟ اكانثوليتك سيل اهي. اوكي اكانثوليسيس ادي انذر اكانثوليتك سيل وفي شويه اكانثوليتك سيلز هنا. والانفلاماتوري انفلتريت اهو اهو باي لوب ده اهو شايفه اللي هو ايه؟ ايسينوفيلز نيتروفيل لا ايسينوفيلز باي لوب. اوكي يبقى احنا بنتكلم على سنير اشر زي ما انت قلت. طيب السنير اشر نفرقها ازاي من او ايه الشبه بينها وبين حاجه ثانيه؟ السنير اشر وقلب انتجاس فوليكس السنير اشر انتجاس ريسماتوزس مش فوليكس ريتيميتس هو فوليكس. لا معلش انا هو فوليكس لا انا فهمت ان هو قصده ريسماتوزس. ايه الفرق بقى ما بين هو يشبه هو يشبه يشبه السيستميك لوبس في اللوبس باند تيست. برافو برافو يا ابراهيم تمام. يشبه السيبوريك درماتيتس عشان بيجي في السيبوريك اريا بالظبط. هي بتيجي في السيبوريك ارياز بس هي الليجن اللي بتبقى في الفيس ايذر انها تبقى سيبوريك درماتيتس لايك او ال اي لايك. الليجن اللي هنا كانت شبه ال اي اكتر تمام تمام. فهي ايه بتبقى سوبرفيشال بولي عاده انت ما تشوفش البله لانها بتبقى فيري سوبرفيشال يعني تشوف السرز خفيفه كده. اوكي لو حلفك الحظ ممكن تشوف ايه يعني فيري فاين ايه بله. واول ما لانه هو طبعا بيبقى في حته يعني فيها كونتاكت شويه فعلى طول بتلاقيها ايه اتشالت الروف بتاعها بيتشال. اوكي لان زي ما احنا شايفين ان هي ايه سب كورنيال فعاده بتكون اصلا يعني السكان بيبقى بنسميه ايه ستريبد سكان بالابيدرمس يا دوبك كده ستريبد وهي دي الايه الباثولوجي بتاعها تمام. طيب اوكي طب التريتمنت الدكتوره ايوه نعمل الانا تيست اذا كان ماخذ المالر ديستريبيوشن اللي هو عشان يعني انت خايف لو تكون ال اي انت خايف عشان لو تكون ال اي يعني يعني معاها دليل. اوكي لا ماشي. اللي هو بنفيجس الاريثيميتس اذا كان ريثيماتوزس الريثيماتوزس بيبقى الانتي نيوكلير انتي بودي بوزيتيف ولا نيجاتيف يا جماعه؟ اذا كان 30% بوزيتيف نيجاتيف موستلي نيجاتيف موستلي نيجاتيف تمام ممكن بس, بس في حالات قليله بس يعني اوكي ماشي. بس هي اهم حاجه في التريتمنت ايه؟ السن بروتكشن. وايه تاني؟ هندي ايه ده؟ سيستميك ستيرويد. الدوز بقى هتبقى ازاي؟ الدوز هتبقى ازاي يا شباب؟ 60 مللي جرام 1 مللي جرام لكل كيلو. لا هنديه نص مللي جرام بير كي جي. 1 مللي جرام ده كتير قوي على الحاله بتاعه البنفيجاس اريثماتوزس تمام. وطبعا ممكن ندي بلاكنيل كمان لو احتاجنا. اوكي يعني حاجه سيستميك وتوبيكال سان سكرين. اوكي وطبعا ايه افويد السان اكسبوجر از ماتش از بوسيبل. وممكن حتى في ناس ممكن يعني لو الحالات بتبقى مايلد ممكن نديها بس توبيكال بوتن توبيكال ستيرويد في بعض الحالات وبيجيب نتيجه كويسه. يعني مش لازم نديها سيستميك ستيرويد بالدوز العاليه قوي. لو ادينا هندي نص مللي. ها الحالة دي سبوت دايجنوزس اتوبيك درماتايتس انفانتايل اكزيما انفانتايل اكزيما انفانتايل اكزيما اتوبيك درماتايتس. طيب هنعمل معاه ايه؟ اتوبيك درماتايتس هنعمل ايه طيب؟ ندي توبيكال كورتيكوسترويد هندي هيدروكورتيزون. تعليمات تعليمات اهم حاجة اهم حاجة بالظبط كده. بندي هيدروكورتيزون وهيدي حاجة هنقول ايه للمذر؟ سيلف ليميتد ديسيز ما تخافيش وهيتحسن و ما يعني ما تغسلش بشامبو ياما والصابون والميه السخنه الرابنج باي حاجه بلاش استخدام الليفه خالص التنشيف الكلوذينج التايب اوف سوب واستخدام صابون جلسرين بس تلبس قطن او شامبو اطفال جلسرين تمام. وايه تاني؟ الانسكتس الهاوس مايتس البيد مايتس تمام. ايه تاني؟ البلاس لو في تراب لو هتنضف البيت مثلا بلاش هو يكون موجود بالظبط كده برافو تمام. طيب احنا هندخل الرابط التاني عشان احنا خلاص دلوقتي عدينا ساعه. Keep learning sensation.